هو معاكم بان احنا نقدم كل ما هو جميل وكل ما هو رائع وكل المواهب الموجوده، لكن احنا نقدمه بصفته شاعر ولكن حافظ غنوه لليونان. انا عايزك من فضلك اقدم لكم المذيع محمد الحضري، الشاعر محمد الحضري. وطبعا هو الحقيقه من فريق العمل بتاع كنداوي، وانا لما قعدت معاه لقيته بيقول لي صحته وجا يا نوده، ما حدش بيسمع الكلام ده، مرشح قديم قوي. قلت له طبعا الحاجات دي منين؟ قلت له ده انا ابراهيم الحجار، انا كان يعني ليا شرف ان ابراهيم الحجار ابو علي الحجار واحمد الحجار درس لي المرشحات دي ودرست على ايده. فقلت له ده مش اي حد يعرف يغني الكلام ده، انت قابلت ابراهيم الحجار ولا ايه من ورايا؟ فلقيته حافظ التراث المصري، ولذلك يعني احنا تلاقينا وجدانيا وفكريا وثقافيا، وانا قلت له انت هتتدبس معانا هتغني لنا الموشح بالغنوه اليونانيه اللي كتبها ربنا يستر. شوفوا بقى يعني سيد درويش والمجموعه اللي معاه كتاب شراء بيكتبوا عن الجاليه اليونانيه والطليانيه اللي كانت شغاله، وكمان شايلين همومهم ايه اللي محتاسين فيه في مصر في الغنوه دي. انا سيب لك الفرصه انك بفضلك بصفتك شاعر تكلمهم عن الغنوه دي وبعدين ندبسك وتغنيها. تدبيسة مساء الخير. الصوت كده كويس؟ تمام. هو فعلا سيد درويش كان يعني ما سابش اي فئة خالص من المجتمع ما غنلهاش. غنى للطباخين، غنى للسفرجية، غنى للبوابين، غنى لكل فئات الشعب، غنى للموظفين. والاغنية اللي غنيها دلوقتي دي اغنية للجالية اليونانية. اليونانيين كان هو سيد درويش اسكندراني اصلا. اسكندريه دي كانت مدينه زي كندا كده متعدده الاعراق، كانت مليانه ناس يونانيين، ناس ايطاليين، ناس من فرنسا، ناس من كل دول العالم كانوا بيعيشوا وخلاص، يعني هم بيستوطنوا تماما في مصر. كان بيحصل كتير جدا ناس بتحاول تهاجر من جنوب اوروبا عايزه تطلع على غرب اوروبا. كان بيحصل كتير ان هم في الطريق بيشوفوا انوار اسكندريه بيجذبهم يعني الفضول، يقولوا طب ننزل نشوف ايه المدينه دي، بينزلوا بيستقروا وبيعيشوا، بتبقى دي حياتهم تماما. هي الاغنيه دي اغنيه مخسوب كونداس، هي طبعا هي الاغنيه كلها تبقى يعني الشينه تتقلب سي والحاء تتقلب خ، انها طريقه كلام اليونانيين كلها، ده الانجليزي المصري كده، الانجليزي المصري شبه كده شبه كده. وبعدين طبعا مليانه مصطلحات يونانيه كتير، يعني هو بيقول مخسوب كونداس، صبخ مختاس، مسخت بابوتسي ناس. بابوتسي دي او بابوتسي اللي هي الجزمه، مسخت بابوتسي ناس، مسحت الجزم. مفيش فلوس بقيت ملخوص، فليستو خلاص. ملخوص دي مصري، دي ملخوص بس ملخوص اه يعني ملخوص اه. اشتغلوا في ايه يا فندي يا بيبه؟ ده من مخت موري، موري يعني ضايع، مفيش تخليص، مفيش قميص، فينيتو خلاص. اللي اخره بيقعد يستخدم مصطلحات كتير يونانية في نص الكلام. برضو مثلا يقول المدام فاسولاكي، يا اسماء يا كانت مدام فاسولاكي دي كانت برضو من الناس اللي كانوا بيروحوا يحضروا لها حفلات غنائية واستعراضية وكده. بيقول برضو جزء تاني من الأغنية يقول ايه، سبتوا الخمارة سكنتوا فخارة، مفيش ولا واخد بارة. بارة هنا دي مش بمعنى بار، ولكن بارة دي عملة مصرية قديمة جدا، قبل الجنيه وقبل قبل الجنيه والقرش والمليم والسحوت. البارة دي جزء من اجزاء المليم صغيره جدا. واعتقد انه ده كان في يعني الغنوه دي في اثناء الحرب العالميه، ما بين الحرب العالميه الاولى والثانيه والازمه الاقتصاديه، ويمكن برضو كان في وقت شد الحزام على وسط تغيير وما يفيدك. فهم بيتكلم عن الازمه اللي حاصله العالميه والازمه. هو عايش دايما مع الناس، يعني سيد درويش كان عايش دايما مع الناس، مع مختلف فئات الشعب، هو والشعراء اللي موجودين معاه. بالظبط بالظبط بالظبط، سواء يعني ابراهيم التونسي او يونس القاضي على رأسهم، وبديع خير. بديع خير هم عملوا كمان مسرحيات غنائيه كانت تعج يعني ليالي القاهره بكذا مسرح غنائي. بعد كده اتعامل مع نجيب الريحاني بقى، بعد كده بقى خير وعملوا ابداعات جدا. يمكن نص تراث سيد درويش ضاع، يعني هو سنه صغير جدا 33 سنه بس، فقط ترك تراث وارث ما يتعملش ولا في 60 70 سنه. كان موهبه متفجره جدا يعني، وده يمكن اللي خلى مصر ليها ثقل ثقافي وفني في المنطقه، واللي حاسس انه يعني اتسحب المصاف، ولكن ده كان دور هو كمان ابتدى يخرج. يعني احنا كنا الاول كنا متاثرين جدا بالتاثير التركي،
او التاثير العثماني على الاغاني بتاعتنا العربي المنطقه كلها بالزبط. مش مصر بس يعني بالظبط امان يا لالي ويتدخلوا بعض المفردات التركيه والموسيقى التركيه بالظبط بالظبط. طيب يعني يبقى خلاص بقى كده طالما انت كلمتنا عن الغنوه دي لازم ندبسك وخليك تكون ربنا يستر.